خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في السلمية لوحة تراثية بعنوان الحكواتي، تضمنت لوحات تشويقية وقيم إيجابية سعت إلى بثها في نفوس الأطفال، إضافة إلى ملتقى الحكاية الشعبية. ونبدأ حكايتنا والتي هي بعنوان نايف وديب الأشرق. إنها حكاية مشوقة. هذه عبارة عن حكايات من يقدمها الرواد اللي على مستوى القطر وعلى مستوى فرحمة، هي حكايات شعبية من التراث، عم ناخذ منها العبرة للأطفال اللي موجودين حاليا معنا وعم يحضروا هذه المسرحيات. قدمت حكاية إياز وحجرته السرية، كان المغزى إلى أنه ما نسيء الظن بالآخرين ولا نوجه لهم التهم دون دليل. وأنا كثير أنه من الصف الثالث بحكي حكايات، وكثير يعني كنت مبسوطة وكثير عم بتعلم عبر من هاي الحكاية. قدمت حكاية شعبية بعنوان نايف وديب الأشمط، كنت كثير مستمتعة، وهي مغزاها أنه إلا يكون الإنسان مغرورا وإلا يستخدم قوته في أذية الآخر. الذين غفل عنهم براءة أهل سلامية برمي السهام والفروسية، وتعرض بينهم يا سادة يا كرام معركة روس، واحذروا من فاز بها. الحكاية الشعبية هي أحد أهم الأشكال التعبيرية التي تحافظ على الإرث وترسخ الهوية الثقافية، هي خلاصة تجارب الأجيال مصنوعة في قالب قصصي مشوق وزاخر بالعبر تتجلى فيها الحكمة لنقل التراث الشعبي إلى الأجيال القادمة وتثبيت القيم التي ترعرع عليها المجتمع.